اهلا وسهلا، السلام عليكم. عواشر مباركه، نشرب واحد المقويات. انتوا فين؟ هيا سيرو دو غرنادين مونا. وغادي نديرو فيه شي حاجه شي مقويات. اش من المقويات نديرو سيدي؟ نديرو هنا باش مي ما عرفش نديرو. نديرو سيدي نعملو تيكية تجي معاها زوينة. تيكية معليناش سيدي. تن كيما لاحظتو كنت داك شنو هو داك المغربي اللي عنده أرض فلاحية وعنده تاكسيات وعنده طوموبيلات، يبيع شي طوموبيلات وعنده بزاف د الحوايج. دابا هذا هادشي اللي قالو عندك اسمو داك المغربي في برلين. قال لي هو انا من اللي قال لي هو بانه من الجالية، وقال لي الا بغيتي نسد لك الوراق الفراقيه ديال الجالية. ايوا دابا حنا داك البحث تفرج داك اسمو مروان لطفي، تنفرج فيه والو دار علينا علميكا ما شنا لا ما قال لنا والو. واش توصل بداك ريزيدنسيا ديالو ولا ما توصلش بها الكوبي؟ باش نعرفو واش بانه مقيم في 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 الديار الشماليه اسبانيا. ايوا حنا ما نسقسوش على الطاكسيات اللي عنده، لان الطاكسيات ميجيو الكريمات. ايوا حنا غير تنقولو ماشي سوقنا حنا، فهمتي؟ تكذب عليه الاخر تيطيح به، فهمتي؟ لان الاخر ما تيتحاملش مع تحفه. اش يجيب لي؟ تجيب لي كاع دوك ضد التحفه، تيجيهم عند القناه ديالو ويجي يبقى يتصنت لهم. ولكن اش اللي غديرو؟ غديرو مزيان، ولكن حنا المشاهدين اللي ما خصنا نعرفو. الا قال لك غادي يصيفط لك الكوبي تاع لا ريزيدنسي ديالو، اش ما وريها لينا ولا حنا كاع نثقو بك. اقراها، ما خصناش غير اقراها وقول لنا بانه عنده لا ريزيدونس ومخيم في المغرب هذه 3 سنين بلا ما يرجع لاسبانيا. ما كيفاش دار ليها انا ما عارفش، فهمتي؟ صراحة ما كيبانلناش، اللي بغا يكذب. وكذلك هذاك اسمو هذاك راس لافوكا، تا هو اللي يقول لي بغا يرجع للدولة ديالو. واش من دولة؟ معندوش باسبور ايطاليان ولا اوروبيان، بغا يرجع للدولة ديالو اللي فيها حرية التعبير. ايوا هذا تيقول حرية التعبير في بلادو، وجاوب القحبل المغرب وطبق علينا الديكتاتورية، غابة كيتسارى في المحاكم. ولكن هاد الجمعيات علاش داك اسمو شكون اللي تيحكم؟ الباشا ولا القيد؟ بحال دابا نقولو فيك السلا، هادي جمعية الضمير، هادي جمعية الضمير ما مسجلاش. لو كان مسجلة خصو يعطينا رقم ديال التسجيل كخيرية ولا كشي حاجة وشي حاجة، غير عطينا الجمعوية. ما جمعوية إيوا نعرف الجمعوية، واحد المرا كنا نعرفوها اسمها جميعة، مات مسكين الله يرحمها تاهي. فهادو، ولكن السلطات المغربية دايرين اللي بحال دابا عندنا هنا، اللي عندنا شركة، وحنا عندنا شركات قانونية، تيقولك نو وين نو في المحامين، تيقولك سير دعيه، إلا ما ربحتيش حنا هذا ما تخلصنا والو، ولكن إلا ربحتي ناخذولك 50%. واش يديرو؟ ملي تمشي عندهم تي أسيسيو الكلايم ديالك، ملي تيشوفو بأنهم ما رابحينش، تيقولك لا. ولكن هما أون ميم طون تيقولك خلص واحد لاسيرونس باش المحامي الا خسر يرجعوا ليه فلوسو. مزيان دابا تاج ديال هذوك المحامين اللي علم الشواهد مزوره ما يقدروش يترافعوا في القضيه المهمه، اش يديروا؟ تيحرشوها له، تيمشوا عند الجمعيات، تيقول ليه انت سير دفع الشكايه كجمعيه وحنا غادي نحامي عليك في المحكمه. المحكمه محكاره ما بانش،
فوالا فهادشي هادشي اللي يدير دابا هما ويسحبونا حنا كبار، وحنا ماشي كبار. انايا انا كامبو قلت لكم، ولكن ما عرفتش راسي واش انا كامبو حتى تقول لي انت يا باش ديك الساعه نحكم على راسي بيديا. ندير هادي شوف، خلي ناخذ شي حاجه ديال المقويات باش يلاه نسخن شي شويه. ندير هادشي زوين، تعجبني هادشي، تعجبني هادشي. بلي الحلقه معليش محرقه، هاي المحرك هنا، هاي المحرك اللي عندنا. فوالا فوالا قلت في اللغة دابا مزيان. شتيها رجع، الله يعطيكم ويسير مزيان معكم. فلهذا دابا هذا ديال الدري ديال برلين، ولكن انا عجبني ثاني قوله بحالك اسمه ماروك نيوز لاين. اش تدار فيه؟ تعرف لي هذا ماروك نيوز لاين؟ واش تمحشمتي ما راعيتي ديك البخ ديالك؟ خليه في المغرب، ما تقربش الناس ديال الجاليه، ما تقربش الناس اللي عندهم القنوات القنوات هنا، ما تقربش لهم. وانت درتي تا في اسمه هذا اسمه برلين في المغرب، المغرب في برلين. هذا في هذا ناخذ فيه، عطاه ايوا سي اسمو ما عرفتش السميه، خالد واحد تخلص كراك برك بالبساله، ديك البساله خليها في المغرب. قدرت تبس على دومو يمشي دومو اسمو سي مظاهر، واخا لك واحد في المغرب ما عرف يمشي. فهمتي؟ ولكن الناس ديال الخارج راه غتقول شي حاجه يديروا فيك. فهمتي؟ حنا ما خاسرين والو، فهمتي؟ انت ولا المهداوي ولا اي واحد، ولا زين علينا داك اسمو البوليسي المتقاعد، حنا اللي عاود واش نتوما بغيتو تغسلوا على يديكم؟ وقال لك اسيدي شوف اش قال، شوف الله يحبك واش انتوما حكموا عليا، حكموا عليا. فهمتي؟ قال لك هذوك المغاربه اللي كاينين في الغربه، عندك سامي صابر، قالوا ليهم لو بغيت ديروا العريضه خصكم تكون 25 ولا 25، هذا الرقم سهل يجمعوا الواحد. ولكن قالوا ليهم خصكم تكونوا مسجلين في لائحه التصويت. حنايا باش نسينيو ديك العريضه ولا ديك الغليظه خصنا نكونو مسجلين في لائحه التصويت، والحكومه المغربيه ولا القانون المغربي ما عطيناش الحق باش نصوتو. شوف هاد ولاد القحاف تيخرجو شي قوانين وميمتو كونتريبيوشن، تيقول لك نتايا دير العريضه وتسيني فيها خصك تكون مسجل في تعطي رقم التسجيل ديالك في اللائحة الانتخابية، اللائحة الانتخابية في المغرب راه مزورة، قالك 51% صوتات على هذاك الشلح أخنوش. ولكن كيف درتو ليها؟ تجيبو صندوق عامر تدخلو الحسابات ودورو معاك العساس هذاك روتورين أوفيسر ماشي تسميو بالمغرب، هذاك تدور معاه يدخلك صندوق فيه 100,000 صوت تتزق رابح بحال هذاك اسمو هذاك الراضي اللي 40 عام وتما عمر شي واحد ما شالونجيه، عمر شي حزب ضده ما شاء الله 40 عام هو في البرلمان، والناس تكونوا حيين وتيموتوا هو باقي شاد ليا البرلمان. ايوا باش عرف كاين تزوير، انا ما قلتش بان فيه تزوير، غير لما قلت كاين تزوير، انا ما قلتش تيزوروا، ولكن انا عارف كاين تزوير. ودابا قالوا لي اسيدي هاد العريضه اللي خصو يتقيد فيها اللي بيحط سميتو ولا حطيتي سميتك والعنوان ديالك ولا كارت ناسيونال غيدفعوا ديريكت للمخابرات، والمخابرات دفع لك اسمو داك القصيور جو بيتشي، وجو بيتشي معاه هو رئيس ديال اسمو ديك انتربول تاع العرب، يدخلك سميك يحط لك في اللائحه ديال انتربول، تيقلبوا عليك. ايه وانت مالك؟ انت ما درت لي والو، انت غير سينيتي في العريضه تاع هما داروك شتي شي ما تقولي بو خصك تكون مسجل. وحنا ما عندناش الحق نصوتو، كيف غنكون مسجل في لائحه التصويت؟ لائحة مسجلين فيها ديال التصويت هي ديال الكوميسيريا، ملي تمشي عندهم تشبع فيك التصويت يصوتوك صافي، هذه اللائحة اللي نقدروا نقولوا حنا مسجلين فيها إلا عمرك مشيتي ديال الكوميسيريا وكتدق مع البوليس. إيوا فلهذا إيوا قال لك العريضة و 25,000 كيف ولا 25,000 ولا العريضة، حنا وقيلا 150 ومر فهمتي، لا درتي 150 غير دوز على البرلمان، البرلمان تيطرحوا ذاك اسمو المشكل ديالك. ولا بالمغرب خصك تكون مسيني تكون تصوت. ايوا لا هو
ما عرفش شي مغربي كيمسجل في لائحة التصويت مع الأذن يقول هاد القحة بدي يمشيو يبيعو شنو يجيو يقول أنا مغربي أنا جالية أنا مغربي وتيمشيو عندك بوصوفة تدورو معاه باش يخرج لهم الفلوس الخارج طبيب أموال طبيب أموال داكشي علاش هذاك هذا بوزرويطه ما داش لينا وزير ولا وزير قال دار لينا غير شي واحد يقول لك كشاف ايوا احنا ولا كشاف 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 ولا كشاف تيتكلف بالجاليه هو كان ميسك سقرا قال لهم انا ما عندي والو ما في خبارش والاخر يقول لك كشاف هي مكلفه بالجاليه ايوا دابا يجيبونا كشاف يكشفنا ولا يتكشفنا مالي زبيله جاو ما فيك الا المهم الزبل يلا شوف كان حد 4 ايام ما خدامينش ما تجمعوا زعما شو الزبل ديال الجرده ولا الزبل ديال الزبل الاخر ها هو معليش معليش ما عطلنا معليش معليش احسن مشي بحال المغرب عمرو ما يجيو قال لي مرك الزبل حول هاد الجهه شوف العقليه المغربي حتى يعني الزبل قال لي واحد المول في الزبل ديالي تجمع نهار اثنين مين ما تجيبهاش قال لي مرك لا دير راه عليا خرجوا دابا للحول هذه الحول هذه باش هما يديروا عندنا الدي ان اي ويلقاوني ما عنديش الدي ان اي مع البوليس معليش ما يلقاونيش فلهذا كنا انت تشوفوا دابا شوف هذا هذه طاحي ماريت طاحي ماريت طاحي ماريت المغرب علاش لان دوك المشرعين حمير والاحزاب هادو احزاب والو هادو هما مثليين ما بغاش يقولوا لنا بانهم مثليين ما فيها عيب حيت نعيشوا فين في 21 في العام 22 ايوا بحال هكا الشجر علاش ما يقولش لنا ما احنا اشتقنا ديك الحريه ديال ديك الحريه ديال يكون يبغى وداك وزيد داك الكراطه ولا فراطه ملي كراتي كرطوف مالاش ما يبقاش كلمه على عباد الله بحال هكا فلهذا حنا قلنا لكم هادشي اللي كاين ما نطولش عليكم بزاف هذا او بعد واحد الاخبار جديده انا البحث الليل نقرا ونلقى لك بالقحبه ديك سامي داك سامي اللي كان موت تدخل داك اللي كيما تقولوا نتوما بالميريكانيه كورن بيلت عندي كورن بيلت الحقل 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 ديال الكبال ماشي بيبي كورن داك الكبير حيت ممكن تدخل تما وجدادي شتوتي تدخل تقلب على القنفود يا جماعة تيوري لك شي تيوري لك شي بلا بحال قبل تيسقوا لي هذا سامي دو برازيل ماشي سامي دو برازيل اسمح لي سامي اسمح لي هذا سام سبوك سام سبوك وقيلا عندي سمي ديالو نكتبو شي جهة يمكن نقدر ندبر عليها بنادم هذا سام سبوك هذا سام سبوك هو خرج فهمتي هذا سام سبوك سبوك كي تكتب اس بي او جي اتش هذا سام سبوك هو خرج بسمية اخرى ساعة بلوكيتي خرج قال لي بغي يصفي الحسابات ما عندي ما تصفي معايا انا فهمتي صافي دير امك حكرتي عليا ملي كدير الله عليا شي 10000 دابا دير امك انا هاي 3 سنين و 161000 واحد تفرج فيها ولا ديال السبسكرايبر ودابا الهضره اللي كتجي تقول لك ليا ما بقاش تاكل انت ولدي بحال 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 المخزن خلي انت من المخزن ها بيدا فايل هذا مو يهوديه مو يهوديه مدفونه في اسرائيل شتي زعما كاين اسرائيل ما بيقدروش يدفنوا فيها في اي واحد دفن في اسرائيل بانه كافر ماشي ما في الرحمه في الرحمه ولا تشيتشينيا في تشيتشينيا وقيلا حلما معليش ماشي احنا ما كنقولوا لي هذا سامسبوك راه شتو داخل عند مغربي في برلين شتو داخل عند تحفه شتو داخل عند عدراوي شتو داخل عند واحد اخر ثاني شتو وقيلا عند ياسين شتو هذا سامسبوك هذا ديال الكلب هذا هو شوف انا ما عندي غرض فيك دير اللي يعجبك ولكن بالصوت والصوره فهمتي كما انا تنبان تتبان ايوا بقى في الهضره وطلب حد يقول لها عائشه تتشجع فيه هذيك عائشه تدير ما ضغطت هي انا غير اللي بغي يقول شي حاجه مرحبا به ولكن بصوت وصوره فلهذا ما نطولش عليكم بزاف لانني غادي نمشي بحالتي نكمل هادشي نكمل هذا شنو هو ونمشي بحال صافي دابا تكلمنا على العارضه تكلمنا على الغليظه وتكلمنا على هذا المدمس هذا المزير اللي عنده ايوا دابا حنا اللي على الطاكسيات فينا هما الكريمات فيه ولا الرقم ديال الكريمه واش كيعطيها ليه وكيفاش توصل بها ايوا تيقول واعتي تيقيم ولا ما عرفتش ولا مقيم بسبانيا اذا كنت مقيم بسبانيا كيفاش يا سبانيا ما كاينش واحد لا الا خبرتي على سبانيا عامله تمشي بحال هنايا الا كنتي مقيم ماشي باسبور عندك باسبور سي وقت ما عجبك اما الا كنتي مقيم عامين قل نهار الا خبرتي على الانجليز صافي تيحيدوا لك
تيحيدوا لك زعما ولا ما يخلي صافي يحيدوا لك ولا خصك تاني تعمل طلب اخر وقد دعا معاهم على برا لي تيوقفوا. فلهذا ما نطولوش عليكم. هو هذاك راس لافوكا هذاك راس لافوكا هذاك ما عليه ماشي مثلي الا زاملو صافي ماشي واش سقنا هذاك اللي قال لك تعطي اسمه هذاك تقول ارجع لكم السلطان يا السلطان باكي تتسارى وتيرد على عباد الله نسي الله ينعل دين بلاد المنبر نسي ولاد القحافه جمعيات الجمعيه الملكيه جمعيه موريتانيه جمعيه شهرزاد جمعيه ريكس جمعيه فيتوريا جمعيه المونديال جمعيه اللي داروها اللي يدير سميع السينما جمعيه الكواكب جمعيه الاهرام علو لا كان معكم الله الابي من هنا ومن هنا انا اودعكم.